سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم. معكم ميمون في برنامج رأيك في حيوان. هنستضيف في كل حلقة حيوان، هناقش معهم قضايا عديدة ومتنوعة، ونأخذ رأيهم كحيوانات. وبما أنه مقبلين على عيد الأضحى، فكل عام وأنتم بألف خير. أكيد هنستضيف الحيوان اللي ممكن ما نشوفه بعد العيد. ضيف حلقتنا لليوم الخروف. أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف خير. يا أهلا وشكر الله سعيكم. حابين تحكي لنا وللمشاهدين الأجواء عندكم قبل العيد، يعني كيف بتعرف إنه حتنذبح ولا لا، ولا في مراسم وداع اللي بنذبح؟ يا ريت توضح لنا. هو أكيد الأجواء مش واحدة، وكل قصة تختلف حسب الظروف. أنا هحكي لك عن تجربتي. بابا ضحى فيه من عيدين فاتوا، كنا صغار وماما فهمتنا إنه طلع يكمل تعليمه. طبعا لما كبرنا فهمتنا إنه عملوه كباب وشقف. أخويا الكبير أخدوه ناس وهو صغير ربوه عندهم لدرجة إنه صار واحد منهم. حتى يوم الوقفة كان يبكي لصاحب البيت ويقول كل الناس جابت أضاحي إلا إحنا. تاني يوم علقوه. ياه، يعني كل عيد بتفقدوا خروف عزيز عليكم. كيف بتصلكم أخبار اللي بياخدوه للأضحية والأجواء المرعبة يعني اللي بيعيشها قبل الذبح؟ غالبا اللي بروح بتعبى بالكاس ما بيرجع إلا بحالات نادرة. عندك مثلا ماما أخذوها لعيد الزفاف ورجعت، اكتشفوا إنها حامل. طبعا رجعت منارة ومعها حالة نفسية ما تعرفت علينا. حتى أخويا اللي ولدته رضع صناعي. رضع صناعي؟ مش هي مامتك موظفة؟ لا يا حسة، عشان كان معها حالة نفسية. كانت تتعامل مع حالة إنها مذبحة. شو ممكن تعمل عشان ما ياخدوك أضحية؟ جربنا كتير ما ضبطت معنا. شي تعمل نفسك مريض أو ما تاكل. بدي أجرب أنجح شخصية كلب هذا العيد. أنا اللي شكلي حأنتحل. اسمها أنتحل. وليش كلب؟ وليش كلب؟ أنتحل شخصية قرد وما لهم قرود. القرود حرام عشان الربا. دمك إن حتجيب أجلك، فاهم؟ حتجيب أجلك بدري. بتمنى لك التوفيق. أعزائي المشاهدين، بهيك بتكون انتهت حلقتنا لبرنامج رأيك كحيوان. إذا حابين تشوفونا بحلقات أخرى لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان